حديث البلد. يعني انت ستار والليلة ستار اكثر باللي لابستيه، عم بتوجهي وجه انت ولا لابستيه؟ لا انا معكم. ميرفا قاضي، انت عارضة ازياء، وجه اعلاني معروف، مغنية وعن جديد ممثلة كمان، وانت ضيفتنا الليلة بعد مشاركتك المميزة ببرنامج دانسينج وذ ستارز اللي بقيتي فيه لمرحلة متقدمة. ميرفا، شو اللي خليك اكيدة من نجاح تجربة دانسينج وذ ستارز بالنسخة اللبنانية من مجرد ما سمعتي فيها كفكرة؟ لانه هو بروجرام عالمي، يعني من يعني اكثر من هن تقريبا شيء 69 دوله بالعالم عاملين البروجرام، وانا كنت من الفان له، كنت احضره على التقف وكنت حبه كثير، وكنت على طول اقول انه يعني بتمنى شي نهار يا ريت انا في يكون محلهم، محل المشتركين. بلس انه دانسينج وذ ستارز مثل ما قلت لك بروجرام رائع وكثير كبير، يعني كنت عارفه، كنت شايفتها من الاول. في جماليه وفي احتراف وفي يعني كل مكونات النجاح. ولبنان مليء بالكفاءات وبالمواهب، اكيد عشان هيك هو كثير البلد العربي الوحيد اللبناني اللي نطبق فيه هيدا البروجرام. بعدين يعني مش دعايه بصير وانفتحت انه هيدي الام تي في، صحيح لازم ننسى ام تي في اكيد. مشكور انا تجي منك لانه نحن شهادتنا مجروحه يعني، وعلى كل حال بتبين. على كل حال ميرفا، تميزتي شكلا واداء، بس البعض اعتبر انك كنت جريئه جدا من ناحيه الملابس وطريقه الرقص، انت شو تعليقك على هالموضوع؟ انا ما خصني، مش انا اللي كنت نقي الاوتفيتس، لا هي كانت تلبسهم بس. دو هلا الناس شو بدهم؟ مين عم بنقي؟ الناس اللي شافوا، هلا شافوا شيء حلو باكد لك. اكيد شيء حلو. يعني ما حدا كان زعلان شباب وصبايا؟ اكيد لا. تقول لك منى، انا بالحياه الطبيعيه كثير بديك، يعني كثير ما بحب كثير البس قصص اوفر، بس وكثير حتى قبل بالدعايات او بالدفيليات ما كانت تقبل شو ما كان، كانت على طول اسال قبل شو اللبس. يعني ملتزمه عاده بقصه اللبس كثير، بس بدانسينج وذ ستارز بالذات انه نحن عم نرقص، يعني ما فيك ترقصي بفستان طويل وضيق وكمان يعني. طيب ليش ميرفا لفتت النظر بهالناحيه اكثر من غيرها؟ يمكن اكثر شيء بالحلقه اللي تركتي فيها اخر شيء عم بحكي بوزيتيفلي، لانه في كثير ناس علقوا، كثير شباب في مثلا رقصه معينه بينت مفاتن يمكن ميرفا مفتن واحد تقريبا. رح خبرك وبينت فيها، بينت فيها كثير سكسي يعني، وصار في تعليق أكيد عليها. لا معهم حق يعلقوا، بس رح خبرك انا شو صار. وقتها كان عندنا اللاست دانس اللي هي الشخص يلي بيروح بده يرقص اخر رقصه، فتوني اللي معي كان عم بيوشوشني يقول لي اعملي جراند تيكار، اعملي جراند تيكار، افسخ. بيعرفني انه بحب اعمله، هيدي هي الجراند تيكار، بس مش عن قرد كانت. ايه عرفت، بتعرفي انه انا كنت كل ما البس خاصه هيدي الراب يلي لابستها كنت تشفتها انا من ورا، بعدين انا وعم بحضر حالي ما كنت عارفه، فما فكرت بوقتها، كنت كثير مركزه على الرقصه. وقت الريهرسلز ما بتمرن فيها، فما بشوف حالي، بكون عم بتمرن بتيابنا العادي. سو ذاتس واي انا على كل حال ما رحت لابعد من هيك، انه شو معقول العالم تفكر، شو معقول يكون. كنت كثير عفويه بهيدا الشيء، وبس انا ما كثير سمعت، كان في شويه تعليقات ايه اكيد فيني ما يعلقوا، بس انه ما كان كثير فلاجران الموضوع. نحن رح نهديك هالغنيه. بينت انك تبعتها لميرفا، يعني كمشاهد وكرجل، شو كان رايك بادائها؟ باللقطه هذه يعني خصوصا. لا لا كان اداء رائع، مثل اداء ندى فرحات والكل حقيقه، كان ادائهم كثير ممتاز.
وانا بقدر اقول لك انه في اصحابي كنا عم نلعب شو اسمه ورق. ضليتكم مركزين على الورق؟ بطل حدا يركز على الورق. براسي ميرفا. برقصتنا كلنا. رقصتك من شو رقصة مش مركزين على شيء بقى. ميرفا عورتي ضلعك من اول البرنامج، وبالرغم من هيك كفيت التمارين وضليتك مواظبه عليها، بس خطر على بالك شي لحظه انه ميشيل رح يغني لك انا ضلعي شو؟ ابدا تا ابدا تا بس تا تا وعلقت كثير عند الناس، بس مع ميشيل بستنظر كل شيء صراحه، يعني اخر شيء تعودنا عليه و... الحمد لله. كيف قلت لها اياها وقتها؟ ميرفا ضلع تا 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 ايه ما بقى في دي شونتير تا خلص ضلع تا على كل حال كان لك معزه خاصه عند ميشيل، وكان يضل يعبر عنا تقبيلا خلال البرنامج، وكل ما دق الكوش بالجرة يروح ويجي ويسلم عليك بكل لياقة ويبوسك، وكل شيء يروح ويجي ويسلم عليك ويبوسك، شو سر هاللياقة يعني زايدة ميشيل؟ سؤال لك. لك يقبرني البيبي سكن انا. كنت تضحك بس يعمل كثير اوقات كان بيكون مثلا كارلا بتكون عم تسألني رأيي بشيء بالآخر وقتها يجوا العلامات من بعد ما هيدا، ما بعرف شو بدي احكي قد ما بكون عم بضحك مش مركزه على شو بدي اقول، بنسى كل شيء بدي اقوله. ف وكان مشهور كمان بهيدي القطعه، كنت بدي اعمل لك اياها بتوزع بتقول نكست تايم. ميشيل البوسه اللبنانيه 3 بعتقد الفرنسويه 2 ما هيك منيح انا جمعته ايه انت هيدي شو اسمها جمعته 2 او 5 5 ايه ومعتفي وحده شادي تحمس واجا بده يقول شيء كمان مصور شادي كيفي منيحه بدي اقول لك انه صار لي الفرصه اشتغل اخر 3 حلقات مع ميرفا حبينا كل الدانسرز بس ميرفا كان لها وقع خاص بشخصيتي وحابب الا بيتين شعر انا اكيد ايه حابب الا لميرفا يا ميرفا مثلك ما في سحرتي الجو وحليتيه حلو كل ما ديجونتيرك طق دقي لي حتى عليه منيحة شادي دقبل أسادي ضروري جدا قبل ما فل إلا وحدة تانية لأقدر سرب ايه أكيد مش المدام هيدا أحلى بروجرام اخترتي وأقول الناس سحرتي ويمكن انت حلوه كثير بس مش احلى من مرتي. شغل شادي كسرها ورجع ليسرب نيالا مرتك فيك على هاللسان الحلو لانه كانت بدها تنزل له ديجونتور على الاخر كان طق يعني بهالكلام الحلو مش عارفه شو بدي جاوب صراحه لازم ديجونتورك ما يعلق الا على مرتك يا شادي المسرح معنا وشادي فنان موهوب أحلى أكيد. صور أنا لألي شخصياً شادي أخذ لي إياهن بالبرنامج ميرفا الأصل من عندك عكار والدك لبناني والدتك فرنسية ومنشان هيك خلقتي بكان رجعتي على لبنان بعمر 8 سنين بعمر ال 14 سنة انتخبتي مس بيوتي نايت ومن بعدها دخلتي عالم الموديلينج واليوم في برصيدك عشرات الإعلانات وعروض الأزياء لمصممين محليين وعالميين إضافة لحوالي الأربع أغنيات شاركتي بمسلسل فساتين على الانترنت وحاليا امامك اكثر من عرض تمثيل لا تختاري بيناتهم ميرفا كل هالانشغالات خلتك تبتعدي عن الحب والغرام وبتقولي انه ديجونكتوري كان طائق بس هلا ما بقى عم بيطق ابدا بطل يطق وصلوا الاخبار وصلوا الاخبار ليش ما بقى بتامني بالحب لا مش قصة ما بقى بآمن انه كل شيء له وقته يعني الانسان بس يحب بده وقت كمان يقعد مع حاله يرجع يعيد حاله وبلاس هلا انا كثير عندي شغل ويعني بفضل يعني هي يا بتجي يا ما بتجي مش انت بتنبشي على الحب هو بيجي لحاله فالحديث هلا انا بعدني ناطره بس بتقولي انه طق بالزمانات
هو طاقة ايه. بس هي قطعت الطاقة وجعتك شوي مثل الضلع. ايه بقيت تحت. اكيد الطاقة تحت بتصير. Laissez faire les silences. J'ai envie pour quelques jours d'épouser l'indifférence. Ne me parle plus d'amour. ميرفا بعمر 17 سنة مديتي مع شركة عالم الفن لإنتاج الأغاني ورجعتي تركتيون لأنه ما عطوك اللي توقعتيه منهم، وبعدين بآخر 4 سنين أنتجتي 3 أغاني لحالك من إنتاجك الخاص. اليوم تطمحي للتعاقد مع شركة، ليش منك ناوي بقى تنتجي لحالك؟ أول شيء أنا يعني كنت مع شركة إنتاج من زمان مثل ما قلتي، والمشكله انه بيشوفوا انه بنت حلوه دغري بيروح تفكيرهم بتنقيه الاغاني للاغاني البسيطه كثير خفيفه. عطيوني غنيه ما كانت انا المستوى. ابدا اكيد، فما كنت مقتنعه فيها، وبدك تقتنع بالشغله تتقدري توصليها وتنجحي فيها. بعدين رجعت انا نزلت الاغاني يلي انا بحبها، يلي انا بلاقي انه بتلبق لي، وكنت لحالي عم بشتغل عليهم. وبتعرفي الفنان حتى لو كان عنده مدير اعمال ما بيكفي، بده فريق عمل كومبيتون، لانه في كونتينياسيون. بدها مش هي الموضوع انه بتنزلي غنيه وبترجعي بتغيبي، لانه انا يعني انا من الفنانات الجداد انا معهم، انه صرنا كثير كتار، إذا بتبعد كثير عن الموضوع بينسوك العالم، بيرجعوا بعدين بيلتقوا بحدا ثاني، بدك يضل عندي كونتينياسيون. لهالسبب أنا رجعت لقيت حالي إنه عم بتعب كثير على الفاضي. لازم لي شركة إنتاج أكيد، لازم لي فريق عمل كامل، اكزاكتلي، يكونوا كومبيتون، يكونوا مؤمنين بالتالنت اللي عندي إذا هن شافوا هالشيء. فناطرة الفرصة المضبوطة، يعني عندي هلا كذا أوفر، وبس ناطرة الوقت المضبوط أرجع نزل شيء أنا بحبه. ميرفا خلينا نحن وعاطف مجدلاني نسمع احدى اغنياتك. قصير يعني نسبيا بمن الاخر، كان لك مشاركه بالتقديم على الام بي ان ضمن برنامج طل القمر برمضان الماضي مع صديقنا شادي مارون. ليش تركت البرنامج بعد الحلقه السادسه؟ تخبرك اول شيء عن تجربه، ما كانت قناعتي انا ابدا، يعني انا بعرف بشو بقدر انجح. حكاني شخص انا بعرفه كرمال هذا البروجرام، وقال لي انه بنستضيف سياسيين وبدهم يعملوا بروجرام كبير لرمضان. انا قال لي سياسيين، غطى على قلبي اول شيء. انه انا ديجا هلا سياسه غطت على قلبه بس. لا تفهم ليه. بدي تفسر لك ليش. بدي تفسر لك ليش، مش كرها بالسياسيين. بالعكس ابدا، بس انه ديجا انا تقدم بروجرام العاب صعب علي، كيف تبع سياسيين مثلكم؟ ما بنلعب معكم ابدا. فقالوا لي انه سوشيال وهيك، تأجي قلت لهم انه قد ما حكيوني، قلت انه انا بجي بنحكي بنعمل ميتينج. فانا بوقت الميتينج صورونا تحت، وتاني نهار نزلت على الهواء، نزلت على الهواء، صاروا اصحابي يدقوا لي شفناك بالان بي ان. انا شو شفتونا بالان بي ان؟ اي ان بي ان؟ عرفت بعدين نزلت دعاية، وكان انه كان يعني قبل ما تعطي موافقتي. انا ما اعطيت موافقتي بالمره، انا نزلت انه تنعمل الميتنج وقال لهم انه منه لإلي هذا البروجرام ابدا، لانه فبعدين رحت بالحياه يعني معهم، عملت حلقه 2 3 4، لقيت انه في لاكون كثير كبيره، و
ما كان في تنظيم مزبوط ومليت حالي يعني ففلت. ميرفا خلينا نعمل لك ميرفا قاضي وانترفيو تحقيق. ميرفا من اول الطريق لنتفق المحققين بيكونوا سيريوس ما في مزح يعني معهم بلا أوكي. مزح اوكي فانا هلا محقق اوكي اسمك بالكامل ميرفا مريم كادي اسم امك كارول عمرك 26 بس يعني بينت 25 بس 26 طولك 1.78 وزنك 60 شو بتشتغلي؟ بالفن وين كنت امبارح الساعة 10 و18 دقيقة بالليل؟ وشو لون اللانجوري؟ إذا بتريد إذا بتريد عم بتقطع مسار التحقيق إذا بتريد عفوا أنا ناطر تحقيقي لأنه كنت عند أصحابي مين؟ جوال وجاد شو عم تعملوا؟ عم نحضر يوتيوب وين؟ عم نحضر بالبيت عندهم؟ بخبرك أكثر شو عم نعمل بدك صراحتي على الآخر؟ صراحة أكيد عم بحضر حلقات توك أوف ذا تاون مع مريم نور اعترفي بالجريمة اللي ارتكبتيها بجريمة ارتكبتها؟ أنا ارتكبت جريمة؟ شو هي؟ شو هي الجريمة؟ إنك قتلتي العالم كلهم انتهى التحقيق خدوة خدوة كيتي أنا بخاف من نزلتها لكيتي المهم الكار أكثر من نزلة مكتوب على كارتي ميرفا أعلني عن أمر تخجلين به حدا مثل ميشيل جوابه تحت باطه ما أقدر لحق له تخجلي من حالك؟ بالعكس لأنه هيدا موقف بخجل فيه ما بقدر أتصرف بتلبكها يعني بتلبكها لا ما عندي شيء بخجل فيه بحالي بخليكي تحت هيك موقف